بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين، والنصر للثورة إن شاء الله. يا شعب سوريا العظيم السائر ضد الظلم والاستبداد، نقول للعالم أجمع: الجماهير أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها. أيها الشعب الأبي، عسكريون ومدنيون، انطلقت ثورتكم المباركة من درع البطولة، وانتشرت في ربوع الوطن بأسره. إن العالم اليوم ينظر إليكم وأنتم تناضلون من أجل الحرية والكرامة. أنا اللواء المظلي المجاز عدنان نور السلو، أتشرف أن أكون مع إخوتي في القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية، كما يزيدني شرفا أن أكون قائدا عاما لها، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقني بتحمل هذه المسؤولية العظيمة. يا شعبنا العظيم، يا ثوارنا الأبطال، نعاهدكم أنا وإخوتي في القيادة أن نكون خدما لكم، وقراركم هو الأساس لتحقيق أهداف الثورة. أيها الأخوة، لقد انتهى عهد النظام الدكتاتوري إلى الأبد، فأنا واحد منكم وأخ لكم، وقوتي من قوتكم، وأستمد شجاعتي من أطفالكم وشبابكم ونسائكم ورجالكم. آمل من الله عز وجل أن أكون على قدر المسؤولية، ونحن في القيادة العسكرية المشتركة هدفنا توحيد جميع الجهود والطاقات لإسقاط النظام الفاشي المجرم. لم يعد هناك ولاء إلا لله والوطن، ونحن على مسافة واحدة من الجميع. سنعمل على بناء جيش لكل السوريين، وسنحفظ الأمن ونضبط السلاح بعد إسقاط النظام، وسنقود معكم الفترة الانتقالية بغية تأمين نقل سوريا إلى دولة المواطنة، دولة الحرية والكرامة والقانون. لن يكون للجيش أي دور في الشؤون السياسية أبدا بعد إسقاط النظام، لأن شعبنا عانى وما زال يعاني من تدخل الجيش في الحياة السياسية والعامة للوطن. وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن شعبنا بنا، وسنحمل الأمانة باقتدار، وإن النصر لقريب، والله ولي التوفيق. عاشت سوريا حرة أبية.